تعالوا بقى نشوف لازانيا الفريدو الفراخ محتاجين فيها ايه. محتاجين صدور فراخ متقطعه مكعبات صغيره، كريمه، انا مش هستخدم النهارده ولا دقيق ولا نشا ولا لبن، هستخدم هعتمد على الكريمه والجبن والفراخ مع مكعبات المرقه والبابريكا، ممكن مدخنه وممكن عاديه. عندنا كمان فصوص ثوم، عندنا بصل ابيض مبشور وزبده، كزبره خضراء وجبنه بارميجانو وجبنه رومي. بس اللازانيا بقى هنا لازم تبقى مسلوقه. خلاص اللازانيا في الوصفه دي يفضل يعني لازم تبقى مسلوقه عشان تستوي بسهوله. طيب هحط كده معلقه زيت، بعدين ابتدي احط صدور الفراخ واتبلها كويس. حط عليها ملح، فلفل اسود، البهارات والبصل ومكعبات المرقة، عايزة اقلبها بس تقليبة كده واغطيها. اول بس ما تبقى لونها يبيض كده هحط لها البصلايه، وبعد كده اقوم ايه حاطه الثوم. طيب هحط لها كده، تمام، احط لها البصله، اللي بالكم انا مش عايزاها متشوحه ومتحمره، انا عايزاها مستويه وطعمها حلو وتبقى جوسي كده شويه. اجيب الثوم اغطيها قبل ما ايه ما اعمل الثوم، يعني ثلاث فصوص كده ثوم حلوين. كده هحط عليه بقى شويه ميه مغليه عشان عايزه الفراخ دي برضو يبقى فيها شويه صوص، لان انا هنا مش عامله بشاميل، فعايزه يبقى فيها ايه بس. بس هسيبها تغلي بقى، انا كده وكده هحتاج شويه من المرقه اللي هنا. طيب هنعمل ايه هنا بقى كده قبل ما دي تخلص؟ احط الكريمه، مع حبه ميه مغليه كده هدوب فيها كعب مرقه، بهارات، اقلب كده، احط فيها الجبنه، وهقلبها كويس، وفاضل ايه الملح والايه والفلفل الاسود، رشه ملح وفلفل اسود. خلاص بص كده على الفراخ، كده كده انا كمان عايزه المرقه دي. اول ما تغلي كويس قوي واحس ان الفراخ استوت خلاص، حتى لو في شويه صوص انا محتاجاها لحاجات تانية. نجيب بقى البايركس بتاعنا كده،
مكعب زبده، واللازانيا طبعا مسلوقه وجاهزه. خليها كده كده اهو. هحط كده لازم احس ان اللازانيا بصوا متغرقه ايه من الكريمه والمرقه. هحط كده وبص على الفراخ. يعني فاضل لها ايه ثواني ثواني وابتدي ايه اخد ال بصوا اهي نعمل كده اهو شايفين بصفيها ازاي. حاسه اوزع ايه الفراخ دي عشان ايه لسه هحط طبقه تانيه من الفراخ. اغطيها قبل ايه ما اعمل الطبقه التانيه. ماشي بصوا هرش رشه كده. نفتكر مع بعض عملنا ايه. جبت مكعبات الفراخ شوحتها مع ملح وفلفل ومعلقتين زبده. اول كده ما نزلت حبه ميه منها رحت حاطه عليها البصلايه المفرومه ومعاها كام فص من الثوم ملح وفلفل وبابريكا وبهارات خلاص. وبعد كده حطيت طبقة من اللازانيا المسلوقة مع مكعبات الفراخ اهي والجبنة الموتزاريلا. والصوص بتاعنا النهاردة مش بشاميل، كريمة بالمرقة، يعني كريمة معاها مرقة اهو. احط شوية من الكريمة هنا. بصوا انا مغرقاها ازاي عشان كل ده تخليها ايه تستوي. وابتدي احط طبقة الفراخ التانية. هي مستوية خلي بالكم بس تلحق تتحمر بقى. اوكي كده خلاص. هحط شوية من المرقة الحلوة دي كده قبل ما احط الكريمة هتديها طعم حلو قوي. عشان كده قلت لكم حطوا شوية المرقة اللي هتنزل من الفراخ دي برضو هتساعد ان اللازانيا تستوي. على فكرة هي اخف بكتير من اللي بالبشاميل. كريمة جبنة موتزاريلا شوية وهحط جبنة البارميجان وجبنة الشيدر بس كمان شوية كمان ربع ساعة مثلا. هحطها بقى في الفرن عشان تلحق ايه تتحمر.